طيب قابلني كمان نص ساعة في المكان بتاعك. سلام. مين كمان ده يا أخي؟ ده واحد بيشتغل معايا. رجلك عاملة إيه النهاردة يا بابا؟ لا أحسن بكتير الحمد لله. الدواء اللي جبتوه لي أمانة إمبارح مفعوله زي السهل، الوجع راح في ثواني. طب الحمد لله. أمال هي فين؟ نزلت بدري راحت الجورنال. طب أستأذن أنا بقى. طب مش هتقعد تفطر معانا؟ لا حبيبتي أصل أنا عندي مشوار مهم لازم أعمله قبل ما أروح على القسم. طب مين هيوصل حمزة المدرسة؟ البركة فيك يا منى. خديه بتاكسي وصليه وأنتي راجعة عدي على السوبر ماركت هاتي كل اللي أنتي عايزاه. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. خلص أكلك يا حمزة عشان ما تتأخرش المدرسة. ليش نفسي يا ماما؟ ولد اسمع كلام ماما وإلا مش هجيب لك اللعبة اللي أنا وعدتك بيها. حاضر يا جدو أهو. ايه اللي خلاك تتصل بيا الصبح بدري؟ حصل حاجة في المنطقة؟ حاجة؟ قول حاجات يا باشا، دي المنطقة امبارح كانت هتولع. ليه اللي حصل؟ الواد حربي اللي خرج من السجن امبارح. حربي، عارفه سعادتك يا باشا؟ أيوه عارفه ماله. هو وقبضايا كانوا هيطبحوا بعض. اشمعنى يعني؟ أصل يا باشا في بينهم وبين بعض طار قديم من سنين من قبل ما سعادتك يعني تشرف الاسم عندنا. ما تختصر يا واد على الصبح وتقول لي ايه الحكاية؟ قبضايا كان السبب في دخول حربي السجن لما اتخانق مع عم حربي. قام حربي طالع يجري وجايب سكينه وهوب قام مديله البشته اللي في وشه دي فشوهه فبقى في بينهم طار ومستحلفين لبعض. المهم ايه اللي حصل امبارح؟ والله باشا انا كل اللي شفته الواد حربي وهو طايح في رجاله قبضايا واول ما زين جيب العربيه هوب راح نطت في العربيه وخلع. الواد حربي ده شكله مش هيجيبها لبره. ما انا بقول لسعادتك طار قديم. طب اتكل انت على الله وارجع المنطقه ولو حصل جديد بلغني على طول. يا باشا ده انت تؤمرني، ده انا عينك الساهره في المنطقه. سلامت الله يا باشا. ايه يا روف، عارف الواد اللي اسمه حربي ابو العنين اللي خرج من السجن امبارح؟ اجي الاسم الاقيه موجود. فل الوردوشه يا معلمه. ناموسيتك كحل يا سي قبضايا. معلش يا معلمه، اصل انا عينيا الاتنين ما سلموش على بعض ليله امبارح. هو خيبتك بالليل خلت عينيك يخصموا بعض؟ وانت يا رشدي؟ ما بقاش المعلمه انشراح لو ما اعرفش دبة النملة في الحتة بتاعتي. ما انا استأذنتك يا معلمة ان انا اغب على العيال دي. جرايه يا بضاي، انت هتعملهم عليا ولا ايه؟ انت استأذنتني تأدبه لو اتلامض، استأذنتني تقص له لسانه لو طوله عليك، بس ما استأذنتنيش في حربي وفي الطار اللي بينك وبين امه. ولولا ستر ربنا والواد زاغ منك بقدرة قادر كنت زمانك جبت لي اللبش كله في المنطقة. بقول لك يا معلمة، العيال دول شوية عيال مالهمش لازمة، هت يعني. أنا اللي بقول لك يا بضاي، لو ما بطلتش الغشومية والغباوة بتاعتك دي، أنا أجيب راجل تاني يا حبيبي يراعي مصالحي ويحميني وياخد باله مني. أنت بقى مثل فيلم الجبار المنتقم مع نفسك، روح خد طارك مع نفسك، أنا ما صدقت ظبطت المنطقة وسنتجتها، تيجي أنت تعمل لي فيها قلق وتنطيط؟ إيه القرف ده؟ كاشح يا معلم. ابعت حد من العيال ينظف لي العربيه ويروقها عشان عايزين نوصل مشوار كده لغايه رشوان بيه، نشوف المصلحه بقى مش التنطيط. بقول لك يا معلم، هو رشوان بيه ما اتصلش ولا ايه؟ انت هتقعد تسيرني ولا ايه؟ ماشيه معاك في النادي انا؟ ابعت اجيب غدا يا ولا؟ ما تقوم تفاز تشوف الشغل ولا مش عايزين وجع دماغ، اخلع عاد انت وهو من هنا. احنا جايين للمعلمه انشراح.
معلمة الشرح دي بتلعب معاك ولا ايه؟ ما توسع قد من سكتنا لا في عينك الباقي اختيار. شفت يا معلمة؟ العيال دي عيارة فعلت. هم داخلين علينا عايزين يتعاركوا ويجروا شكلنا. استنى يا بضاعي. استنى يا معلمة، استنى لغاية ما يتهجموا علينا ويضربونا. ما يصحش يا معلمة. استنى. واد يا كوتش في ايه؟ ده الواد زين ولاد حرب يا معلمة. عايزين يدخلوا بالعافية. احنا واقعين في عرضك يا معلمة شراح. تعالى يا حربي تعالى. لازم يا ابو الشعوب. غلط. غلط اللي بتعمليه ده يا معلمة، أكبر غلط. صباح القشطة على أحلى معلمة فيك يا مصر. السجن عدلك لسانك وعلمك القلبان ده يا حربي. كلهم فضلة خيرك يا معلمة. ما تبطل سنتحة يا قاض. جرازين. كل شوية جايين لي بتوأم ولا إيه؟ ما تولعاش نار يا معلم أبضايا، خليك محضر خير. احنا جايين عايزين المعلمه بكلمتين وهنمشي طوال. المعلمه ما عندهاش وقت اضافي تضيعه مع الشلحفات اللي زيكم. جرايه يا معلمه، ما تخلي المعلم قبضايا يخف عننا شويه، احنا عيال غلابه ومش حمل. عايز ايه يا حبيبي؟ قصر. عايز اقول يا معلمه ان احنا كلنا هنا رجالتك، بنلقط رزقنا وبنخدمك بعينينا. والحته كلها عايشه من خيرك. يا معلمه معلمين الحته وست ستات البلد. بس انا سمعت انك من ساعه ما طلعت من السجن وانت عامل لبش. انا يا معلمه انا عامل لبش؟ ده انا خارج من السجن وحالف معتبه تاني، وكل اللي انا عايزه ان اكل لقمه عيش وامشي جنب الحيط. بس نعمل ايه بقى في اللي مش عايز يسيبنا في حالنا؟ تقصد مين يا زين؟ تقصد مين يالا؟ والله يا اخويا اللي على راسه بطحه يحسس عليها. ولا تيو انت اللي جيب سيرته على لسانه اطحوله. شايفه يا معلمه؟ شايفه عمال يقول شكل للبيع اهو. بقول لك ايه، افرد الشراع وقدف لحد العربية وخلي بالك لا تغرق. يلا يا بضاي، ما قلنا بلاش الهداوة. معلش يا معلمة، معلم أبضايا بس أصل دمه حامي حبتين وحمق شوية، لكن الراجل برضو معذور. اللي حصل مني زمان لازم يخليه زعلان مني. حقه يا معلمة حقه. بس ده كان طيش شباب يا معلم، وأنا خدت جزائي. 5 سنين في السجن شفت فيهم الويل، بس كنت أستاهلهم. أه والله العظيم كنت أستاهلهم، لأن في يوم من الأيام اتجرأت ومديت ايدي دي اللي تسال قطعها على معلمي وطاج راسي المعلم أبضايا، اشرف بلطجي فيك يا مصر. وانا قدامك اهو بطلب منك العفو والمغفره يا معلم. سامح بقى. كنافه، انت بتاكلني كنافه وبتهشتك الشيطان اللي جوايا وعايز تنيمه نونه. انا يا معلم انا عايز انيمه نونه؟ استغفر الله العظيم يا معلم، ده انا بكلمك من قلبي يا معلم. ده انت كبرنا وانا قدامك اهو جاي لك لحد عندك برجليا. وحاجة من اتنين، يا تسامحني وعفو الله عما سلف، يا تعمل فيها اللي انت عايزه وانا هتقبل بنفس ردي. ولو مش مصدقني ادي راسك هيك. خلاص بقى يا بضاي، الراجل جه حب على راسك وبس راسك واستسمحك، والمسامح كريم. احنا ولاد النهاردة يا رجالة، واللي فات مات. اللي تشوفيها برنسيسة، خلاص الشيطان اللي جواها ينام ويشد اللحام. انا شايفه مبطل قلق عشان المصلحه ما بتحبش القلق. واحنا برضو رجالتك يا معلمه ورقبتنا فداك. ايه يا حربي، هترجع تشتغل معانا زي زمان ولا مالكش مزاج؟ دمونا عيني يا معلمه والله. خلاص ننسى اللي حصل بقى ونكبر دماغنا. مش مهم احنا اللي ننسى يا معلمه، المهم المعلم أبضايا هو اللي ينسى. ما بلاش رغي بقى، ما قلنا الموضوع خلص. خلاص امرك يا معلمه. من بكره تنزلوا الشغل، بس اخر النهار ترجعوا لنا بحاجه عدله. ولا ايه يا حربي؟ ايه ايه يا معلمه، هو في بعد قولك قول؟ اهم حاجه بس ان المعلم أبضايا يرضى علينا، ده برضه كبير الحته واحنا ما نقدرش على زعنا. السلام عليكم. صباح الخير يا بابا.